بعد الدعم ديال والتوجهات ديال جلالة الملك الله ينصره اللي في الحقيقة أعطى واحد دفعة لهذا كرة القدم منذ هذه عدة سنوات، وهذه نتيجة لهذا العمل الجاد مع الأطر ولازم أيضا أكد بأن للمشجعين اللي هما داخل الوطن وخارج الوطن ولا وسائل الإعلام حقيقة ساعدت أيضا باش تخلق هذا الجو الحماسي وراء المنتخب الوطني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.